كل الرسومات اللي انتوا شايفينها قدامكم دي اترسمت بالذكاء الاصطناعي من على موقع كرييتيف فابريكا. وشوفوا مدى الدقة، كل ما تكتب وصف اكتر تطلع لك الصورة بتفاصيل اكتر. وللأسف التكنولوجيا هتقضي بالفعل على الكثير من الوظائف، يعني قريب قوي مش هتلاقوا حد يقدم هذه الخدمات على موقع زي فايفر مثلا. شايفين ده مثلا I will design cute baby unicorn character، كل ده هيروح. ليه؟ لان انا لو خدت الجزء ده كده هنا كوبي وجيت على موقع كرييتيف فابريكا، خدمة جديدة بيقدموها اسمها سبارك، واهو قدامكم بيست كيوت بيبي يونيكورن كاركتر، وانا ممكن ازود عليها بنسل سكتش اوف كيوت بيبي يونيكورن كاركتر واقول له اجنايت. اهو دلوقتي بقى الصورة بيتم تصنيعها بالذكاء الاصطناعي بدون اي تدخل مني، وكل الصور اللي انتوا شايفينها دي انا كنت بجرب وطلعت لي كل هذه الاشياء بمجرد ان انا بكتب الوصف فقط لا غير. الصورة اللي انتوا شايفينها دي كتبت له هنا، قلت له وريني تصور لاسكندرية السنة دي 2022، طلعت لي الصورة دي. الصورة دي مش موجودة في مكان، ده تصور للذكاء الاصطناعي، وهنا زي ما انت شايف اهو كل الصور دي بنفس الطريقة. هفترض ان الصورة دي عجبتك، تقف على الصورة هتلاقي الوصف. على فكرة ممكن تاخد الوصف وتعدل عليه اهو كوبي وتعمل انت صورة مش هتطلع لك هي ابدا، حتى لو كررت بنفس الكلمات هتختلف تماما. على فكرة انا مش مشترك، كل ده ببلاش. لو عايز بقى تشترك هيكون $5 في الشهر، لكن طبعا نصيحتي محدش يشترك الفترة دي، لسه فترة تجارب، الموضوع بيتطور وبيتحسن اكتر واكتر. ادي اليونيكورن اللي احنا كتبنا الوصف بتاعه طلع بالشكل ده. لو جيت هنا اهو خدت نفس الوصف، شوفوا هيطلع لي ايه. شوفوا الصور طالعة بدقة يعني رهيبة حقيقة. شوفوا هنا لما كتبت له القاهرة في سنة 19، والله يعني صور مشابهة للصور اللي احنا بنشوفها، الصور القديمة للقاهرة، حاجة سبحان الله. هنا لما قلت له اديني بقى تصور لويليام شكسبير، دي صور ما فيش حد رسمها، ودي صور طبعا تنزل تحت بتلاقي صور اخرى مش هقول بقى مصممين، احنا مش مصممين، احنا مش ديزاينرز، واحنا عملنا حاجة، احنا كاتبين لوصف وهو بقى بيعمل الشغل كله. عشان كده يعني خلاصة الموضوع ان هناك وظائف هتنتهي في المستقبل. هل انتوا شايفين الموضوع ده كويس ولا وحش؟ قولنا يا ريت في التعليقات رأيكم في هذا الامر، وحابب ان انتم تجربوا بنفسكم. تعالوا على creativefabrica.com/spark وجربوا. طبعا انتوا عارفين انا مغرم بموضوع الذكاء الاصطناعي، شوفوا مجموعة الفيديوهات اللي بتكلم فيها عن كتابة مقالات كاملة متوافقة مع السيرش انجن اوبتمايزيشن، حاجة غريبة بالذكاء الاصطناعي، ما بكتبش كلمة، ممكن اكتب اشياء قليلة وهو بيكمل لي. الذكاء الاصطناعي يا شباب، وهذا خير دليل. ادخلوا بقى دلوقتي شوفوا بنفسكم وتفرجوا واكتبوا كده، حاولوا تتصوروا اي حاجة في دماغكم وهيجيبها لكم هنا على creativefabrica.com/spark. حبيت استعرض معاكم الذكاء الاصطناعي وسبارك من كرييتيف فابريكا، كل جديد ان شاء الله بيطلع حاول دائما وابدا اطلعكم عليه. شكرا لكم، سلام عليكم.